دماغه عم ستار عم ستار صاب ما بينزل بالشراب عادي جدا وممكن ما يتغسلش وحاجه يعني مشكله جامده حاجه جدا. صعبه. كابتن سمير، يعني مين المدرب اللي انت كان نفسك ان انت تتمرن معاه؟ كابتن حسن شحاته. حسن شحاته في المنتخب حقيقة، يعني يمكن جيل اللي انا قلت لك من شويه ان هو جيل 2006 كان جيل محترم جدا، وكان نفسي ابقى متواجد معاه، لكن انا كنت في اخر ايامي، كانت اخر سنه وانا متواجد في بتروجيت مع كابتن مختار. كان عندي ساعتها 33 سنه. مين المدرب اللي انت عملت معاه مشاكل؟ انت بتجيب بقى القديم والجديد، عمال تتكلم معايا ونضحك ونهزر، تروح مديني سؤال جامد جدا. ليه ولا سؤال جامد جدا؟ ما انا هقول ايه؟ طيب نتكلم. قول. ما فيش، اصل انا كان عندي قبل كده مشكله مع مانويل جوزيه، بس اختلاف وجهات النظر يعني. في كنا في البرتغال في معسكر وبنلعب فرقه اسمها براغا، ودخل فينا جون، المفروض بيقول لي انت السبب، يعني انا كنت بلعب انا وائل جمعه. انا رحت غطيت على مكان الباك ليفت واتعمل كروس باص، فالراجل اللي مع وائل جمعه بيلعب عليه مان تو مان دخل وحطها في الحضري. فجاي بعد الماتش بيزعق انت السبب، المفروض تقطع الكره الاولانيه عشان ما تجيش الثانيه والراجل يحطها. قلت له انت بص الاولانيه ومش بص للراجل اللي خدع وائل جمعه وحطها. فاحنا لما يتغلب النادي الاهلي كله هو اللي بيتغلب. يعني الموضوع عادي جدا، يعني باخد الموضوع بهدوء. قال لي لا السبب، وما تردش عليا وما تتكلمش. قلت له لا مش انا السبب، ما انا لازم بقى، انت لعيب برضه يبقى عندك شخصيه، لازم يكون لك راي. فقلت له لا انا مش انا السبب. هو زعل بقى ساعتها، وكانت مشكله ازاي؟ الفتره دي انا ما كنتش متواجد، كان عندي وقف، والمفروض كان في حل ممكن ان انا الوقف يتشال او كده. ف قال لهم لازم سمير يطلع بقى اعاره او يروح اي حته عقبال ما تشوفوا موضوع الوقف. يعني جت. هل مانويل جوزيه كان ديكتاتور؟ كان ديكتاتور. هل هو ده اللي خلاه ينجح مع النادي الاهلي؟ بعض الاحيان. في التعامل مع اللاعبين. التعامل مع اللاعبين، ان بص هو عنده ميزه ان هو ابتدى يتعمق مع العادات الشرقيه. يعني انت عارف في حاجات في اوروبا احنا بعاد عنها خالص او مش من عاداتنا يعني. فهو ابتدى يخش بقى يشوف اللعيب بتمس ازاي، تورس على اللعيب، تقدر تجيب اللعيب ازاي، تعاقبه ازاي، كل دي حاجات قدر ان هو يتعمق فيها، ودخل ان هو يعني يحتويها جوه النادي الاهلي، فابتدى ينجح. هل هو كان بيخلص على اي حد يعترض عليه؟ ما من لعيبه زي ما عمل معاك. هي ميزه وعيب. ان انا لازم احتوي اللعيب واسمع له. ما يبقاش انا القرار الاول الاخير للمدير الفني. هل انت بتعمل ده دلوقتي؟ لا 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 خالص. انا بص انا اتعلمت من اخطائي وانا لعيب، وعذرت كل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم، وجمعت كل الاخطاء دي، وبقيت اتعامل مع اللاعبين. انا قريب جدا مع اللاعبين يعني. اي فرقه بمسكها ببقى قريب جدا منهم يعني، واخد بالك. فدي ميزه ان انت بيبقى عندك الجانب المعنوي ده مع الشغل الفني بتاعك وتنظيمك في الملعب، بتقدر تقوم بشكل كويس جدا. جوزيه هو افضل مدرب في تاريخ النادي الاهلي؟ دي حقيقه. حقيقه. بالبطولات والانجازات اللي عملها، والكره الحلوه اللي النادي الاهلي كان بيلعبها مع باقه من النجوم كبيره جدا، طور من اداء لاعبين كتير، من اداء الحضري وابو تريكه ومتعب وبركات. هو اللي صنع الجيل ده، ولا الجيل ده هو اللي صنع مانويل جوزيه؟ هو كان في دمج بين الاثنين. انت عشان تصنع لازم يكون في تعب، عشان يكون في انجاز لازم يكون في ابداع ويكون في نتائج. ليه ما كررش النجاحات دي مع اي فرق دربها بعد ما ساب النادي الاهلي؟ لان كميته مشت مع النادي الاهلي، ما مشتش مع حد تاني. هو كان بيعرف يسيطر على لعيبه النادي الاهلي، وخد كل اللي يقدر عليه الفتره اللي هو كان ماسك فيها، عشان كده خد فيها بطولات كتير قوي. موضوع الصواب والعقاب ده مهم جدا، ابتدى يمشي بيه مع النادي الاهلي بمساعده الاداره، قدر ان هو يعني يسيطر على الفرقه، لان الفرقه كلها نجوم، ودي مشكله كبيره جدا لما يكون الفرقه كلها نجوم ما تعرفش تسيطر على معظم اللاعبين، ان في لعيبه بتبقى عصبيه، وفي لعيبه بتزعل لما تقعد احتياطي، في لعيبه بتغيب من التمرين، في لعيبه بتتمارض، في لعيبه بتتدلع.
فهو خلاص سيطر على النقطة دي، عارف الفيروس الدلع والقلاطة اللي كانت موجودة ببعض اللاعبين، لا كان بيقطم يعني رقبة أي حد في النادي الأهلي. وسبيل المثال هات كل النجوم اللي كانت بتتنطط أيام مانويل جوزيه كان بيقعدها في البيت ويخليها تتمرن لوحديها. يعني النجوم كتير قوي يعني، ما يعني هو على ما أعتقد قبل كده عمل مشكلة مع حسام غالي وعماد متعب، ويعني لعيبة كتيرة يعني قدر ان هو هي اللعيبة الكبار ممكن تمشي مدربين، بمعنى يعني لو اختلفت مع مدربين ممكن تمشيهم. اعتقد ان دي مش موجودة في الكورة، لكن مش موجودة في الكورة، مش موجودة في قاموس الكورة. امال ليه اتقال على جيل 98 ان هو بسبب الخلافات اللي كان يعني حصلت مع الجوهري في كاس القارات، ان انتوا اديتوا بشكل سيء جدا نتيجه الخلافات ديت وتسببتوا في الاطاحه بي بعد الخساره طبعا من السعوديه، الخساره الكبيره اللي كانت بنتيجه 5-1 اعتقد. بالظبط 5-1 ولا 5-2؟ 5-1 وانا حصل الهدف برضه. بتقولوش ليه؟ مش عارف ليه، ما احنا بنقول. لا الكلام ده غير صحيح. سوء النتائج وسوء مستوى اللاعبين في كاس القارات بيؤدي لنتائج سلبيه اكيد. فالكابتن جوهري كان وقتها حذرنا يوم مباراه السعوديه من الحكم، وقال لنا الحكم ده قراراته صعبه جدا، بيطرد ويحسب فاولات كتير وضربات جزاء وانذارات، خلي بالكم. وبالفعل ده حصل، اثر علينا في المباراه واتغلب. نزلت وضربت لعبة السعوديه فطرت. المشكله بقى طيب عرفت بقى ان انتوا عايزين تخلصوا الجامعه. لا ما هو بيقول لنا على المشاكل اللي ممكن تحصل. فهو الحكم، المشكله في الحكم مش فينا ولا في الكابتن جوهري. طب هو الحكم يعني اضطرت. ما حكم اسلام وحش جدا يا اسلام. حكم وحش. لكن انا ما اعتقدش يعني الكلام اللي انت بتقوله ده غير صحيح. هي النتائج اللي اثرت يعني ما فيش. لا 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 خالص. ولا حضرتها في الاهلي مثلا كان في مدرب معين، مدرب اجنبي مش لازم تقول اسمه، كان مضايقكم في طريقه التعامل فبالتالي انتوا خدتوا قرار كلعيبه ان هو بوفرير بس هو اللي كان مدرب سيء جدا، واداره النادي الاهلي ما كانتش مقتنعه بيه الفتره دي. حتى لما سالوا بعض اللاعبين في اخر السنه يعني اتكلموا قالوا ان يعني ان الراجل ده بيجرينا كتير قوي العامل البدني اكتر من الفني، وعشان كده اقلوا بوفرير. لكن يعني اللعيبه ما عملتش عليه مؤامره. هو خسرنا الدوري من ام بي بهدف سيد عبد النعيم، ففي الاخر مجلس الاداره اقال. بس لكن هو كان من المدربين اللي هي كانت عارف دمه تقيل. والله ما بهزر، عارف يعني ما بيضحكش مع اللعيبه وبيقرب منهم، عارف الجو ده. اصل النواحي المعنويه دي مهمه جدا يا اسلام. الكوره مش 11 والناس عماله تجري في لا لا الكرة فيها حاجات كتيرة قوي. مش غريبا سمير كمان.